anche avec Rudiger Sutterlading.
ضيف الكرام، الحمد لله على سلامة الوصول، واهلا ومرحبا بكم في مطار الاتحاد الدولي بمدينة الرياض. حديث التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 7:14 صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية المتوقعة هي 14 درجة مئوية. من أجل سلامتكم وراحتكم الرجاء منكم البقاء في مقاعدكم، البقاء حزمة المقاعد والوضوء حتى تدخل الطائرة تمام الوضوء مباشرة تربط حزمة المقاعد. بإمكانكم الآن تشغيل هاتف النقال والريزوكتور الخاصة بكم. بإمكانكم الآن تشغيل هاتف النقال والريزوكتور الخاصة بكم قبل مغادرة المطار، ورجاء التوكل مع جميع متابعتكم الشخصية. مع الانتبادل والتحفيز الأولية احتمال تحرك اللابتاء خلال الرحلة. للحجز والاستفسار تقديم المقترحات أرجو منكم زيارة موقعنا في لانست.com. كما يمكنكم الآن تحميل تطبيق دلالة سبلات بذكية مؤخرة بلاي ستور. جميع طرنا سوي محرار الطاقة بسبب لكم طيب الإقامة بالرياض، ونعمل لكم سرورنا البقية بخدمتكم على مدى الرحلة. كما نتطلع الترحيب بكم قريبا على أحد رحلاتنا، وشكرا لاختياركم طير الناس. تلقى صوركم توكيك خالد انترناشو ايربورت ات رياض سيتي ويرد على 15 minutes past 7 in the morning and the sun temperature is about 14 degrees Celsius for your safety and comfort can be seated. And the other comes from some can please some other devices seat be soon off. It is safe not to switch your mobile phones or electric devices before leaving the aircraft. Please ensure you have all your bills to book with you. Take care on a break the rest of our bed as baggage may be shifting during the flight. For booking questions and suggestions, can you visit to safranas.com and you can't all the application form of some place or on behalf of Anas and the crew, we wish you to stay real. Thank you for choosing Anas. कृपया अपनी कुर्सी पे बने रहें।